تقدم الأشغال يعني كان جيد جدا. الوضعية الآن في الملعب الشهيد حلاوي تبشر بخير، تخلي ترفع يعني المعنويات في الجانب التحضيري على الأقل. ما زال ربما بعض الرتوشات المسافة الأخيرة وراي يقف عليها سيد الوالي والبطل الوطني وكلف بالإنجاز. إن شاء الله الأمر هذا يكون ربما في غضون بضعة أيام على أقصى تقدير 15 سبتمبر